Salam alaikum mes élèves, j'espère que vous ça va. Donc, nous avons la série des exercices que nous avons fait. Nous avons fait le cours de travail et puissance. Donc, l'exercice numéro 3, nous avons fait l'exercice numéro 6. Les autres exercices sont assez. Nous avons fait les séries qui sont les séries qui sont dans le compte Instagram NS.physique. Donc, nous avons fait le compte Instagram et nous avons fait les stories des highlights. Nous avons fait les liens pour les compte. يعني في البروفيل داكوغ دونك قلب في لي سيري سيزيام ولا سيري بروميير باك غتلقى هاد لا سيري تما و توت لي سيري ديال بروميير باك. دونك ليكزيرسيس لي غنخدمو التالت هو سيدي هو اكزيرسيس نيميرو 6. دونك اش كيقول اكزيرسيس نيميرو 6؟ ان تروي بورت يعني واحد الرافعة ان تروي بورت اون شارج دو ماس ام ايكال 500 كيلوغرام ا اون هوتور اش 20 متر pendant une durée delta t de 20 secondes. On considère que le mouvement de la charge est un mouvement rectiligne uniforme. On prend g est égal à 10 newtons par kilogramme. Trouvez la valeur de la tension de la corde lors de ce déplacement. Donc, تمرين حاول ترسم الشكل داكوغ. دونك عندنا هنايا واحد لو تخوي يعني واحد الرافعه صافقين كتطبق ليا واحد لا فورس يعني كت افيكسيون واحد طرافاي داكوغ. دونك هي كترفع ليا واحد الجسم اس يعني بسبب لا فورس دي لا فورس دو لا طونسيون دو فيل داكوغ. دونك هاد الجسم غادي ينتقل ليا لواحد لا ديستونس اش. Donc il a fait un mètre à le point d'application de la force A de la force T ou le point A. Donc le jisme radin tacle le point d'application en tacle moi le mesafa yani moi le point A ou le point B mètre à le point P il faut donc mettre ou à la force T yani le deuxième cas. Donc on dit le jisme tacle le la distance liée à la distance AP وحتى لو بوان دابليكاسيون ديال لا فورس تي لي ابليكي باغ هاد لو تخوي ولا هاد الرافعه ولا هاد لو فيل مثلا راه هو حتى هو انتقل بلا ديستونس ابي. دونك قالوا لي ان الجسم انتقل بواحد لا هوتور اش هاد اش راه كتساوي هي ابي. دونك ديما كيهمني انايا لو بوان دابليكاسيون منين انتقل يعني من اين بوان داكوغ انتقل من ا لبي تو سامبلومون داكوغ. دونك بالنسبه ل دونك بالنسبة للكيستيون قالوا لي عطاوني اش نقيد لي دوني عطاوني اش ايتيكال 20 متر ها دلتا تي ايتيكال 20 سكوند ام ايتيكال 500 كيلوغرام داكوغ. دونك ساشون كو لو موفمون ايريكتيل اونيفورم يعني هاد لو كور عندو موفمون ايريكتيل اونيفورم. دونك راه تلبى لواحد المسألة مهمة في هاد ليكزيرسيس. أهم حاجة هو هاد لاستيس هادا أهم حاجة هو هاد لاستيس داكوغ. فاش كيقوليك أن لو كوغ عندو موفمون يونيفورم يعني لا فيتيس ديالو كونستونت راه كنعرفو أن دابخي لو بخوميييغ برانسيب دو نيوتون لا سوم دي فورس إتيكالا فيكتور نيل. لا سوم دي فورس كتساوي فيكتور نيل صافقين. ولا كانت لا سوم دي فورس ايكال فيكتور نيل حتى لا سوم دي ترافو يعني لا سوم ديال توت لي ترافو حتى هي كتساوي فيكتور نيل. علاش؟ لان لا سوم دي ترافو كتساوي لا سوم دي فورس فوا الفيكتور دي بلاسمون ا بي و بويسك هادي كتساوي فيكتور نيل دونك حتى هادي غتساوي فيكتور نيل في ا بي. فيكتور نيل في ا بي هي زيرو تساوي ليا زيرو. فيكتور سكالير فيكتور فيكتور نيل سكالير ان فيكتور راه كيساوي زيرو لان لو ترافاي سكالير غادي نديرو زيرو ماشي فيكتور. دونك هاد لاستيس خصك تكون شادها مزيان في هاد الدرس راه بزاف لي زيليف ما كيعرفوهاش وهي راه باينه متفقين راه ما كنقراوهاش كاين لي بروف ما كيقراوهاش في الكور. دونك انت جبتيها هنايا دونك فيليسيتاسيون بور توا. دونك بروميير كيستيون تروفي لا فالور دو لا طونسيون دو لا كورد لي طلبوا مني ديما كنصور راسي صافقين ترو يعني شنو هو المطلوب مني. المطلوب مني هو لقى لا طونسيون ديال لا كورد اللي كت
اللي كتطبق ديك لاكورد على لو على على لو كور. دونك انا غادي نعاود نرسم الشكل هنايا. عندي هذا هو لو كور ديالي، نطبقي عليه جوج لي فورس. هو عنده او موفمون ريكتولين، دونك لو بيلون دي فورس، لي فورس اللي كاينين. عندي لا فورس بي، لا فورس دو بوا ديال هذا الجسم، و لا فورس تي، لا فورس ابليكي بار يعني لا كورد، لا تونسيون دو لا كورد. دونك قالوا ليا يعني شحال كتساوي تي. دونك بويسك لو كور الموفمون ريكتيل انيفورم، تقولي بويسك لو كور اس اي اون موفمون، اي اون موفمون ريكتيلين انيفورم، ريكتيلين انيفورم، داكور. دونك d'après le premier d'après le premier d'après le premier loi de Newton et mazgoulé la première loi de Newton ou lazgoulé d'après le principe d'inertie, d'accord. Donc d'après la loi de Newton, on a la somme des forces est égale à vecteur nul. Ça fait une chaîne qui est nihada, on a p plus t est égal à vecteur nul. دونك يعني ان بي كتساوي ناقص تي بالفيكتور، يعني ان تي كتساوي بي اون نورم، يعني في لانتونسيتي متساويين. وشحال كتساوي بي؟ بي كتساوي هي ام فوا فوا جي. دونك تي راه كتساوي هي ام فوا جي. دونك ابليكاسيون نيميريك هي دي 500 كيلوغرام مضروبه في 10، دونك هي 5000 نيوتن. دونك هادي لا بروميير ايتاب، لا بروميير كيستيون. Donc la deuxième question, je n'ai pas fait assez. Donc la deuxième question, Galolia. Donner l'expression du travail de la tension. Donner l'expression du travail, il y a le travail T. Donc je vais insérer le point d'application, maintenant A, P. Donc A, P, d'accord. Donc donner l'expression du travail, de la tension, de la corde lors de déplacement. يكالكيلو سا فالور. دونك قالوا لي هما في التمرين شنو قالوا لي ان الجسم انتقل من واحد يعني انتقل من واحد يعني بواحد لا ديستونس اش، داكور. هاد لا ديستونس اش انا سميتها ا بي، داكور. دونك لو طرافي ديال تي كيما كنعرفو ديما كيساوي هو لا فورس. ديما لو طرافي ديال اي فورس ديما واعقل عليه، ما خصكش تنسى هو لا فورس فوا لو ديبلاسمون، لا فورس فوا لو ديبلاسمون فيكتور ا بي، داكور. دونك وهذا برودوي سكالي قلنا كيساوي هو تي AB في كوسينوس الزاوية اللي بين AB، يعني الزاوية اللي بين AB الفيكتور AB، فين هو الفيكتور AB؟ هو هذا و تي. دونك الزاوية بيناتهم هاد لي دو فيكتور كونفوندو مطابقين وعندهم لو ميم سونس. دونك شناهي الزاوية اونتر جوج لي فيكتور كونفوندو عندهم لو ميم سونس؟ هي زيرو. قلت لكم انا في لو كور انه الا كانوا عندك جوج لي فيكتور يعني F ou AP, quand nous confondons en deux le même sens, la longueur binette homme ou à 0. Quand nous confondons AP ou F le sens opposé, longueur binette homme est pi. D'accord. Donc, ce que je ne sais pas. Donc, confondu, il y a un d'accord. Donc, longueur binette homme est 0 fait local et un homme dans le même sens. Donc, il y a T, consignes 0, la voie 1 qui s'est vu 1, donc à tout le monde, il y a T. فوا ا بي. وشحال كتساوي لا ديستونس ا بي باش تطلع الجسم؟ هي اش. دونك لو طرافي ديال تي كيساوي ليا هو تي فوا اش اللي هي 5000 نيوتن، 5000 نيوتن فوا لا ديستونس اش اللي هي 20 متر. دونك جوج في 10، جوج في 5 هي 10، داكوغ. ونضرب عندي شحال هنا من زيرو؟ عندي 3 زيرو فوا فوا زيرو، دونك هي 4 زيرو، داكوغ. دونك تقريبا شحال عندي جول؟ دونك 100 كيلو جول، 100 كيلو جول. دونك 100000 جول هي 100 كيلو جول. طرافاي ديال تيل لورد دو بلاسمون ا بي هو 100 كيلو جول. دونك لا كيسيون 3 قالك تروفي لا بويسونس دو لا تونسيون دو لا كور. تروفي لا بويسونس، تروفي لا بويسونس يعني ديال لا كورد، صافي ديال لا تونسيون دو لا كورد، لا بويسونس لا فورس تي. دونك اش كنعرفو ان لا بويسونس بالدرس كتساوي هي لو طرافاي ديال لا فورس على المدة الزمنية، لا دوغي، لا
la durée nécessaire pour effectuer ce travail. Donc le travail est là, il y a 100 kJ, d'abord il y a 100 kJ, 50 joules, donc c'est le joule. D'accord, au delta t est 20 secondes, le mot de la manière ça se compte seconde, alors oui, seconde, on va dire 50 joules, ben j'ai adé khrjlina bach, ben j'ai adé khrjlina bl watts. D'accord, donc, on y a le calcul. Salut, on m'a l'exercice. Je suis désolé, l'exercice est plus important. Donc, il y a 5000 watts. 5000 watts. Donc, on connaît l'exercice numéro 3. On va voir la facture de l'Aïsa. On va voir la vidéo. On va voir l'exercice numéro 4. L'exercice est intéressant. On va voir l'exercice. Donc, on va voir l'exercice. On l'exercice numéro 4. À bientôt. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.